وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. بداية، لجنة تقصي الحقائق في الموصل تقول إن الهجرة العكسية لسكان المحافظة ترجع إلى تردي الأوضاع بعدما يقرب العامين، لماذا لم تعمر الموصل برأيكم؟ اهلا بك وتحياتي للمشاهدين الكرام. حياك الله. يعني يعد هذه الامور من المسلمات التي باتت تلصق بها الحكومه الحاليه، وتعاني المجتمعات المحليه تاثير الصراع الاخير من صعوبات عديده بسبب اولا تردي الاوضاع الامنيه من جانب الحكومه، يعني بين قوسين جانب الحكومه، حيث لا تكون هناك مجاميع مسلحه تردي الاوضاع الامنيه فيها سوى الميليشيات التي باتت تفتك بالمجتمعات التي سيطرت عليها عقل الصراع المسلح ما بينها وبين داعش، وتشمل هذه المضايقات والاجراءات التعسفيه وقله الخدمات، وايضا يضاف اليها عامل اخر هو على مأساه المدنيين، هو كذبه اعاده الاعمار، حيث استخدم هذه الحكومه الكذبه من اجل مصالحها ومصالح الاحزاب المتنفذه فيها، فضلا عن تنفيذ اجندات خارجيه لعمليات تغيير ديموغرافيه في هذه المناطق، وعمليات الاستحواذ على ممتلكات المدنيين من عن طريق الاستفزاز والتهديد والاتاوات وما الى ذلك من الافعال الغير انسانيه تجاه المواطنين التي ترعاها الحكومه وترعاها هذه الميليشيات. ولكي يرى الناس هذه التحسينات المطلوبه والاستجابه الحكوميه، والمجتمع الدولي ايضا له دور في هذا، فقد غابت هذه التحسينات والوسائل التي تقوم بها الحكومه والمجتمع الدولي في سبيل توفير اعاده النازحين وتحسين خدمات في هذه المناطق، والا فنرى هذه المضايقات والنزوح العكسي وغيرها من الامور المشينه بحق الانسانيه تكون هنا وهناك بفعل الحكومه وبفعل المجتمع الدولي الذي ظل صامتا على هذه الممارسات الخاطئه. لجنه تقصي الحقائق ترجع الاحتقان الطائفي الذي تصاعد مؤخرا الى الممارسات السلبيه التي تمارسها الميليشيات المدعومه حكوميا، يعني برايكم هل هناك تغافل متعمد من بغداد لهذه الممارسات؟ وما الذي تهدف إليه الحكومة في تمرير هذه الانتهاكات؟ نعم، هناك تغافل متعمد، وهناك يعني ضوء أخضر لهذه الميليشيات التي تعرف بما يسمى الحج الشعبي المدعومة إيرانيا، والتي تمتد بهدوء وبقوة السلاح وبرعاية حكومية كما قلنا. هذا التمدد هو توفير غطاء للوجود الايراني في هذه المناطق وفي العراق كافه، واذا ما اقدم الحج الشعبي والحكومه على المزيد من هذه المضايقات والبطش والتهجير القسري، فانه من المرجح جدا اعاده النزاع المسلح من جديد في هذه المناطق وغيرها من مناطق العراق التي بات الحج الشعبي العنصر الفعال في تاجيج الصراع الطائفي والصراع المسلح بين هذه بين مكونات المجتمع العراقي وبين الحكومه، وفضلا عن ان هذه الميليشيات تقوم بتهديد مصالح الناس في كل ساعه بجراء الاعمال التعسفيه التي تقوم بها، والحكومه عاجزه عن وقف هذه التصرفات بسبب ان هذه الميليشيات هي اكبر من الحكومه وتعتمد بامره سيدهم علي خامنئي، وهذه التصرفات هي يعني مباركه من قبله، ولذا الحكومه تسمح بهذه الافعال وتغض الطرف عنها، ولا سيما في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا. عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.